هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. بايدن يعلن قرار الانسحاب من أفغانستان بعد أطول حرب خاضتها أمريكا، ما خلفيات القرار وأسبابه؟ إخفاق أمريكي ميداني وسياسي، الخضوع لمحاورة طالبان وبروز أدوار مهمة لإيران وباكستان. منذ حكم بوش واليمين المحافظ مسار الحروب الفاشلة مستمر، هل سقطت الهيبة رغم امتلاك القوة؟ مرحبا بكم. يضع جو بايدن موعد النهاية لأطول حرب خاضتها بلاده، ويعلن قرار الانسحاب من أفغانستان لتسقط كل الأهداف التي قاتلت من أجلها الولايات المتحدة وضعتها مع بداية الحرب على أفغانستان، والتي باتت مثالا على الإخفاق الأمريكي والادعاء بحماية الإنسان ونشر الديمقراطية. حين شنت واشنطن الحرب كان الهدف إسقاط نظام طالبان، وهي اليوم تنسحب بعد مفاوضات مع الحركة التي عادت للانتشار مجددا واستعادة نفوذها. هي حرب قالت واشنطن إنها تقودها ضد الإرهاب، وتدعي أنها انتصرت فيها، فيما الإرهاب انتقل أو نقل من هناك إلى كل دول المنطقة. 20 عاما حولت تلك الحرب إلى علامة فارقة في الوجدان الأمريكي ومحطة للوعود الانتخابية والاستهداف السياسي. اليوم تخرج القوات الأمريكية من أفغانستان وتبقى طالبان. تخسر واشنطن ويبرز لاعبون دوليون كإيران وباكستان. فهل كان هذا بين أهداف واشنطن؟ إذن هذه عناوين ومحاور مسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا من واشنطن الدبلوماسي السابق الدكتور مايكل سبرينغمان. معنا من طهران المستشار في مركز دراسات الشرق الأوسط في طهران الدكتور محمد علي مهتدي. ومن العاصمة المصرية القاهرة ينضم إلينا الدبلوماسي السابق والأكاديمي في جامعة القاهرة السفير عبدالله الأشعل. مرحبا بضيوفنا، شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية. اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها أن نبدأ بهذا التقرير. وسائل إعلام أمريكية تتساءل عن إنجازات واشنطن خلال عقدين من الحرب في أفغانستان عقب إعلان بايدن سحب قواته منها. الناتو يعلن نيته سحب قواته من البلاد بالتوازي مع القرار الأمريكي، فيما تحذر طالبان من عدم انسحاب القوات الأجنبية في الوقت المحدد. مريم عثمان. هي فاتورة الأعوام العشرين في أفغانستان. يجول بايدن على سنوات أطول حرب للولايات المتحدة لم تخلف سوى خسائر بشرية ومادية جسيمة، بعيدة كل البعد عن أي انتصار وعدت به واشنطن عام 2001. زيارة الرئيس الأمريكي مقبرة الجنود الأمريكيين في أرلينغتون لم تفصلها سوى ساعات قليلة عن إعلانه بدء سحب قواته من أفغانستان. حان الوقت لإنهاء أطول حرب للولايات المتحدة. لقد حان الوقت لعودة القوات الأمريكية إلى الوطن. عندما وصلت إلى المنصب ورثت اتفاقا دبلوماسيا تم التفاوض عليه بين الحكومة الأمريكية وطالبان، وانسجاما مع هذا الاتفاق ومصالحنا الوطنية ستبدأ الولايات المتحدة الانسحاب النهائي ابتداء من الأول من أيار مايو من هذا العام. حلف شمال الأطلسي سارع إلى الإعلان عن نيته البدء بسحب قواته أوائل الشهر المقبل أيضا، محذرا حركة طالبان من شن أي هجوم ضد قواته خلال الانسحاب. قررنا أن نبدأ سحب قوات بعثة الدعم التابعة لحلف الناتو بحلول الأول من أيار مايو. انسحابنا سيكون منظما ومنسقا ومدروسا، ونخطط لاستكمال سحب جميع قواتنا في غضون أشهر قليلة. الإعلان الأمريكي عن بدء الانسحاب من أفغانستان لم يبدد المخاوف من المراوغة فيه خلال الأشهر المقبلة. حركة طالبان حذرت من تفاقم المشاكل في البلاد في حال انتهاك القوات الأجنبية الموعد المحدد لخروجها وفق اتفاق الدوحة، فيما حذرت موسكو أيضا من تصعيد محتمل للنزاع المسلح في البلاد في حال تأجيل الانسحاب مرة جديدة، مع تأكيدها الاستعداد للعمل مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأفغانية. على ضوء الإعلان الأمريكي، طرحت وسائل أعلام أمريكية تساؤلات كثيرة بشأن إنجازات واشنطن خلال عقدين من الحرب.
الحرب في أفغانستان وعود بالفوز ولكن لا رؤية للانتصار، كان عنوانا بارزا لمقال صحيفة واشنطن بوست. قالت فيه إن حكومة جورج بوش لم تحدد رؤية للانتصار الذي وعدت به في أفغانستان منذ البداية، متسائلة عن النتيجة التي تصورها ثلاثة رؤساء تعاقبوا على البيت الأبيض عندما تعهدوا مرارا وتكرارا كسب الحرب. مرحبا من جديد بضيوفنا، سأبدأ معك دكتور مايكل سبرينغمان. ما الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية بعد 20 عاما من الحرب في أفغانستان والتي كلفت الخزينة الأمريكية ودافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من تريليوني دولار؟ إن الولايات المتحدة لم تحقق شيئاً في أفغانستان، وهذا يظهر بأن الولايات المتحدة غير قادرة على كسب أي حرب. فقد أدت هذه الحرب أودت هذه الحرب بحياة الكثير من الجنود الأمريكيين من دون تحقيق أي شيء فعلي على الأرض إلا تدمير البلاد بطبيعة الحال. إن أفغانستان بلد فقير غني بالموارد الطبيعية، فقير من حيث التعليم ومن حيث التوظيف، ولكن الولايات المتحدة دخلت البلاد زاعمة محاربة القاعدة، ولكنها قررت إعادة تطوير البلاد وإعادة إرساء ديمقراطية وتأمين الرعاية الصحية وما إلى ذلك. ولقد كانت هذه الكلمات رنانة على شاشات التلفاز، ولكن الولايات المتحدة لم تحقق شيئا إلا قتل الأشخاص وهدر الأموال وجرح آلاف الجنود الأمريكيين. وإن الولايات المتحدة كذلك لم تعوض على أفغانستان نتيجة الدمار والأضرار التي ألحقتها بالبلاد وبالشعب الأفغاني، وبالتالي إن هذه الحرب ببساطة هي فشل ذريع. في سؤال متابعة ولو يعني استكمالا لما سألتك إياه، إذا ما الذي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية طالما لم تحقق أي من أهدافها في أطول حروبها، نتحدث عن عقدين، ما الذي دفع جو بايدن ليأخذ القرار بالانسحاب إذا؟ من وجهة نظري هناك معارضة متزايدة للحرب في واشنطن، ولكن الرئيس بايدن مهتم بسحب قواته لأن الرئيس ترامب سلفه كان قد وعد بسحب الجنود الأمريكيين، وأراد بايدن بالتالي تمييز نفسه عن الرئيس ترامب وذلك لكسب لتحقيق مكاسب سياسية وسحب جميع القوات الأمريكية بتاريخ حدوث واقعة 11 أيلول. إذن إن الهدف سياسي بحت وهو سيحدث أثرا لدى الشعب الأمريكي. فبعد أن دخلت القوات الأمريكية أفغانستان لمطاردة بن لادن، يعتقد بايدن أن سحب الجنود سيحقق مكسبا سياسيا كبيرا اليوم. إذن هو نصر سياسي أراد بايدن أن يقدمه على اعتبار 100 يوم من بداية ولايته وتمايز عن سلفه دونالد ترامب. وبالمناسبة هذه كانت انتقادات أيضا من الحزب الجمهوري. هذا يحيلنا إليك دكتور محمد علي مهتدي للسؤال عن المقاربة بالنسبة لطهران في الإعلان الأمريكي خطة الانسحاب بحد ذاتها، بالنظر إلى السياقات الخاصة بأفغانستان، المقاربة الإيرانية، متابعة هذا الملف التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدمه، أن تستخدم الأرض الأفغانية نقطة لتكون محل ضعف ومواجهة مع إيران. ما هي المقاربة بشكل ما قدمه بايدن وبالمضمون وبالتوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل صوتي مسموع لديكم؟ نعم تفضل. تسمعونني؟ نعم تفضل. بالنسبة لنا أنا أعتبر أن أمريكا يعني خطة الأمريكية من باحتلال العراق واحتلال أفغانستان كان وضع إيران، الثورة الإسلامية في إيران بين كماشة، يعني الجيش الأمريكي موجود في أفغانستان
كقوة محتلة والجيش الأمريكي موجود في العراق، ووضع إيران تحت ضغط كماشة، والتأثير على التطورات والسياسات الخارجية الإيرانية. ولكنهم فشلوا. فشلوا بعد 20 سنة من التواجد في أفغانستان بسبب المقاومة الموجودة سواء في العراق أو في أفغانستان. الآن هم بدأوا بالانسحاب أو قرروا الانسحاب. يعني هؤلاء بالتأكيد في أفغانستان وفي العراق فشلوا في تحقيق أهدافهم. أما موضوع الانسحاب من أفغانستان ليست يعني عملية بريئة. يبدو أنهم من خلال المفاوضات مع طالبان في الدوحة، من خلال المندوب الأمريكي خليل زاد، اتفقوا على تسليم أفغانستان لطالبان، لأنه الاتفاق بين الطالبان والحكومة المركزية في كابول شبه مستحيل، وطالبان لم يقبلوا بهذا التوافق. فإذا هناك خطة أمريكية لتسليم أفغانستان للطالبان. طبعا هناك قوى أفغانية في الشمال، مسألة أوزبك والهزارة في شمال أفغانستان، هون هؤلاء سوف لن يقبلوا بالحكومة طالبان بكابول. فإذا سوف نشهد ربما تقاتل داخلي وحرب داخلية بين قوات الشمال وبين الطالبان. من جهة أخرى الأمريكان نقلوا آلاف من الدواعش من خلال تركيا إلى أفغانستان، وحسب المعلومات الآن مثلا ولاية ننغهار في شرق أفغانستان يعني بيد داعش. فسيكون هناك مستقبلا، أعتقد أن سيكون هناك تقاتل وحروب داخلية. هذه النقطة دكتور اسمح لي هي تتلاقى أيضا مع بعض المخاوف التي أو التحذيرات التي تخرج أيضا من موسكو، علما أنه أفغانستان كانت محطة انقضاض، يعني تم إخراج ما يسمى بالجهاديين، ومن بعد يعني رأينا القاعدة وطالبان في قتال الكفار السوفييت محطة لضرب السوفييت وأيضا باتجاه خصوم آخرين. الآن تخوف في سيناريو 96 أي يعني أن نرى فراغا بعد يعني التخلي الأمريكي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، الخروج من أفغانستان مشابه لما جرى مع حكومة نجيب الله. سنتحدث عن هذه النقطة، لكن اسمح لي أن استمزج أيضا بالآراء الدكتور عبد الله الأشعل. هل نحن أمام فشل أمريكي محقق؟ لم يقله بايدن في إعلانه الانسحاب، لكنه قال موجها رسالة لمنتقديه في كلمته بالأمس: أعطوني توقيتا مناسبا. متى سيكون ذاك التوقيت؟ بعد متى؟ ما هي الكلفة التي يجب أن ندفعها حتى نخرج؟ هذا إعلان صريح بالهزيمة لا؟ دخول الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر إلى أفغانستان والعراق كان بداية لسقوط الولايات المتحدة كقوة عظمى، ولذلك فنحن نتحدث عن تبعات تردي الولايات المتحدة في المنطقة. ولذلك السؤال الذي يجب أن يطرح: لماذا ذهبت الولايات المتحدة إلى أفغانستان ولماذا خرجت منها؟ في لقاء سنة 2005 في مركز مكافحة الإرهاب في أنقرة تقابلت مع عدد من الجنرالات الأمريكيين العاملين في أفغانستان، وسألتهم السؤال: ما هي الأهداف الأمريكية الحقيقية في استثمار الحرب في أفغانستان؟ قالوا صراحة أنهم لا يفهمون السياسة. فقلت لهم أن الولايات المتحدة كانت خططت قبل 11 سبتمبر لكي تغزو أفغانستان والعراق، ولكنها قررت أن تبدأ بأفغانستان أولا. وشيطنة أفغانستان، وكان الإعلان الأمريكي الواضح وأن الولايات المتحدة تريد أن تصير المجتمع الأفغاني لكي يكون مجتمعا ديمقراطيا، ونشرت الخارجية الأمريكية نشر نموذجا
الديمقراطيات الوهمية التي أنشأتها الولايات المتحدة في العالم. ولذلك فإن السبب الحقيقي الذي ذهبت به 19 دولة في حلف الناتو والولايات المتحدة إلى أفغانستان هي أن تتلصص على الصين، لأن الصين حاجزا كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة. وعندما فشلت الولايات المتحدة في أفغانستان في تحقيق أهدافها بانضمام روسيا والصين وغيرهما من الدول المناهضة للولايات المتحدة، أصبحت أفغانستان فيتنام جديدة للولايات المتحدة. ولذلك قرر الرئيس بايدن أن ينسحب من هذه الساحات، ولكن مع فارق كبير، وهو أنه حقق في العراق ما كان يجب أن يحققه، وهو شل القدرة العراقية وإخراجها من عداد قوى العربية. وهذه خطة أمريكية منظمة الهدف منها خدمة إسرائيل. ولذلك فإن أفغانستان طالبان ستعود مرة أخرى وستستولي على كل أفغانستان، كما مكنتها الولايات المتحدة من قبل من أن تستولي على 95% من أفغانستان. وواشنطن هي التي كانت تروج للاعتراف بأفغانستان بحكومة طالبان، تعترف بها في ذلك الوقت إلا الإمارات وباكستان والسعودية. صحيح. ولذلك كان كل ما يتعلق بالإرهاب صنعته الولايات المتحدة في أفغانستان، ولم نسمع عن القاعدة أو طالبان إلا من خلال الأدبيات الأمريكية والسياسات الأمريكية. لذلك فأنا أعتقد أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يغطي المدى الاستثمار على مرحلة خطيرة جدا من التاريخ تحت رد الولايات المتحدة في العالم. طيب، عديد من النقاط سعادة السفير طرحتها مهمة وأيضا تدفعنا خطوة إلى الأمام في هذا النقاش، وخصوصا أنك أشرت لموضوع تلك الإمارة التي استمرت لمدة 5 سنوات قبل أن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية لغزو واحتلال أفغانستان، اعتراف الإمارات وباكستان هنا والمملكة العربية السعودية بحكم طالبان على أفغانستان. هذه نقطة غاية في الأهمية تربط مباشرة في واقع الحال هنا. اسمح لي أن أحيل هذه النقاط للدكتور سبرينغمان بالسؤال: ما أفرجت عنه هذه الإدارة الجديدة هو دليل الأمن القومي، تجديد الديمقراطيات بعيدا عن استخدام الآلة العسكرية إن صح التعبير، هل هو المطلوب بالفعل أن نرى دولا فاشلة؟ إلى أي حد اليوم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تكرار استخدام ورقة أفغانستان في وجه الخصوم الذين يهددون تسيدها على العالم من جديد؟ إن لم يكن الاتحاد السوفيتي فليكن الروس والإيرانيين والصينيين، فلنخرج من أفغانستان، تعود من جديد طالبان تضع قبضتها على البلد الذي لم تضع أي جهد الولايات المتحدة الأمريكية لا لرفع تنميته ولا أي بناه التحتية ولا لرفض إنسانه، ليتحول محطة أيضا باتجاه الخصوم للولايات المتحدة الأمريكية. الصين مثال، روسيا مثال، وإيران أيضا. دكتور، ما رأيك؟ Well, I think the distinguished gentlemen from Cairo and Tehran have made some very good points on this subject. لقد علقت إيران والقاهرة بشكل إيجابي حول هذا الموضوع، وأعني بذلك الضيفين. فقد أقرت الولايات المتحدة بوفاة الكثير من الجنود الأمريكيين، وهناك كذلك حوالي 170 ألف جندي من المرتزقة وجواسيس تابعين لوكالة الاستخبارات المركزية. هناك أيضا عناصر تابعين للولايات المتحدة في سوريا وفي العراق، فهناك مزاعم تفيد بوجود جنود أمريكيين في سوريا.
ولذلك أعتقد بأننا نحن ننقل الجنود من مكان إلى آخر بكل بساطة. فنحن لا نزال نهدد إيران بقواعدنا العسكرية المنتشرة في المنطقة. لدينا حوالي 10 قواعد عسكرية في باكستان وغيرها في طاجكستان على سبيل المثال والمملكة العربية السعودية. وبالتالي هذه القواعد العسكرية مليئة بالجنود الأمريكيين. وأنا أعتقد بأن الولايات المتحدة لا تسحب جنودها من المنطقة بل تنقلها من بلد إلى آخر. الأمر ليس مرتبط وهو مهم أيضا أين سيتم سحب تلك القوات، لكننا نتحدث عن أنه ما هي الضمانات التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تعود طالبان لحكم البلاد وبالتالي تتحول من جديد لمحطة تهديد تريدها ربما الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه خصومها الاستراتيجيين المنافسين لها على سيادتها في العالم. ما من ضمانات بأن طالبان لن تعود إلى موقع القوة في أفغانستان؟ فأنا أعتقد إن قامت الولايات المتحدة باستخدام أفغانستان ضد الصين ضد إيران وما إلى ذلك فنعم هي ستقوم بذلك بالفعل. فالإيرانيون هم هدف للولايات المتحدة منذ الخمسينيات. أما الصين فأصبحت خصما للولايات المتحدة في عهد أوباما. وبالتالي هناك لعبة تلعبها الولايات المتحدة وهي لن تسلم سيطرتها على المنطقة بل ستنقل جنودها كما قلت من مكان إلى آخر. دكتور محمد علي مهتدي، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية منذ احتلالها أفغانستان أن تضرب العلاقة حتى بين البلدين، نتحدث عن أفغانستان والجمهورية الإسلامية في طهران. طهران لديها يعني علاقة وحتى تأمين إن صح التعبير لأمنها القومي انطلاقا من أفغانستان. ترى الأمر بشكل إيجابي أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من هذه البلاد، لكن ما حجم الانعكاسات التي يمكن أن تطال إيران بالنظر إلى إذا ما تداعى الأمر وعاد الطالبان لتحكم البلاد؟ يعني أولا أفغانستان مهم جدا لإيران، يعني حتى العهد القاجاري كان أفغانستان جزءا من إيران، ومدينة هيرات كان مدينة مهمة تجارية يعني إيرانيا، فالشعب الأفغاني اللغة الفارسية وتاريخ مشترك ودين مشترك، هناك مشتركات كثيرة بين إيران وأفغانستان، فلا يمكن أن إيران تقعد مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري في أفغانستان، خصوصا أن الأعداء يحاولون استغلال الوضع الأفغاني للضغط على إيران. فإذا إيران يعني تتابع كل التطورات عن قريب. هناك علاقة، يعني إيران لديها علاقات مع جميع القوى الموجودة على الساحة الأفغانية، صحيح، حتى مع طالبان وكذلك مع دولة كابول وكذلك مع القوى الشمالية. وهناك مسألة مهمة، موضوع العشائر، هناك طوائف عشائر مهمة جدا على جانبي الحدود بين إيران وأفغانستان، وهناك علاقات عشائرية مهمة جدا، وهناك يعني عدة ملايين من الأفغان موجودون في إيران يعملون ويشتغلون ويروحون ويذهبون، والآن هناك حركة تجارية ولو بشكل تهريب، حركة قوية جدا بين إيران وأفغانستان من خلال منطقة سيستان وبلوشستان. إذن لا يمكن تجاهل إيران بالنسبة لأي تطورات مستقبلية في أفغانستان بأي شكل. أعتقد يعني هم كما ذكرت، أعتقد أن كان يهم للأمريكان أمن القوات المنسحبة، اتفقوا مع طالبان في الدوحة على أمن القوات، على الحفاظ على أمن القوات الأمريكية حين الانسحاب، لأن هذا مهم جدا. القوات المنسحبة بحاجة إلى تأمين أمنهم، ويبدو أن طالبان طمأنوهم بأنهم سوف لن يهاجموا القوات الأمريكية حين الانسحاب.
بالمقابل الأمريكان يفتحون المجال أمام طالبان لبسط سلطتهم ربما على كل أفغانستان ما عدا الشمال. وكما أنا ذكرت، أعتقد أن مستقبلا سيكون هناك تكتلات دولية داخل أفغانستان، يعني باكستان والعربية السعودية والكيان الصهيوني من جهة، ومن جهة أخرى هناك تكدل أو نوع من الائتلاف بين روسيا والصين وإيران، وبعد وحتى الهند، لأنه هؤلاء سوف لن يسمحوا أن تتحول أفغانستان إلى مركز ضد مصالحهم. فسوف نجد التواجد الصيني الروسي الإيراني، يعني سيكون هناك كما ذكرت حروب داخلية ربما بفوضى. وهنا الأمريكان أدخلوا عشرات يعني آلاف من الدواعش في أفغانستان، ونحن سنشهد يعني عمليات إرهابية كبيرة جدا ضد إيران من خلال الحدود المشتركة. كذلك هناك مشاكل مهمة جدا، مشكلة المياه وموضوع نهر هيرماند وبحيرة. ربما ذلك يختصر بما يمكن تقديمه ولو بشكل بسيط، بأنه لو الولايات المتحدة الأمريكية صرفت هذه السنوات والأموال على بناء تحتية، نتحدث عن مستشفيات، عن جامعات، على بناء تنموية يعني بشكل أو بآخر في البلاد لمحاربة حتى مكافحة المخدرات وبناء الإنسان، لما كان الواقع كما هو الآن. لكن دكتور عبد الله الأشعل، في واقع الحال اليوم مختلف عندما يعني في تسعينيات القرن الماضي عندما ظهرت إمارة طالبان، أو حتى في احتلال العراق، عفوا أفغانستان، ومن ثم العراق، نتحدث في 2001 و2003 على مستوى القوى التي تصعد، وحتى بالتعامل بين قوسين تحت عنوان المجاهدين أو المقاتلين، قاعدة وطالبان، في احتضان كان من بعض الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، على ما شهدنا يعني ما قدم من تقارير حتى في داخل المملكة العربية السعودية. من يستفيد ويتضرر الآن بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، عودة طالبان من جديد إلى الواجهة، وهل يمكن أن تستخدم في وجه خصوم الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم طبعا، الولايات المتحدة سوف تستغل كل نقطة في أفغانستان لصالح معركتها مع إيران، لأن الولايات المتحدة تركز تماما الآن على الصين وروسيا وإيران، وهم الجبهة الأساسية التي يمكن أن تقوض الوجود الأمريكي في المنطقة. ولذلك فإن الولايات المتحدة لن تتوانى مطلقا في استخدام طالبان أو غيرها أو حكومة أفغانستان فيها، ولن تحدث اتفاقا ثلاثيا بين الولايات المتحدة وطالبان وهذه الحكومة، لأنها تريد الفوضى في أفغانستان، تريد أن تشهد العالم على أن وجودها كان مدعاة للاستقرار، وأن رحيلها عقوبة لأفغانستان. ولذلك فإن الولايات المتحدة مع إسرائيل يخسران جديا لاستغلال كل الفرص في الإضرار بإيران. لكن دكتور، إذا بقيت معك بالسؤال، المشهد اختلف إذا تحدثنا عن بعض الدول العربية، يعني عبد الله عزام عندما كان يتم نقل المجاهدين قتال الكفار بالاتحاد السوفيتي في أفغانستان كما كان يقدم، المملكة العربية السعودية التي كانت تدعم بشكل مباشر، المشهد عربيا بالتعامل مع التحول الآن في أفغانستان كيف يعني يمكن مقاربته مع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وعودة ربما طالبان، وما يتحدث الدكتور محمد علي مهتدي عن نقل لتنظيم داعش أيضا إلى أفغانستان؟ عندما احتلت مصر وأفغانستان في عام 79، كنت مستشارا في منظمة المؤتمر الإسلامي، صحيح، وحضرت الحرب العراقية الإيرانية بالتفصيل في الغرف المغلقة، ووجدت ولي شهادة على ذلك. فلذلك الولايات المتحدة جندت كل الجماعات الإسلامية
في محاربة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان وسمتهم المجاهدين، وأنا التقيت مع 8 شخصيات من هؤلاء المجاهدين في المؤتمر الإسلامي في جدة. ولذلك فإن الولايات المتحدة استخدمت الإسلام ضد المسلمين، استخدمت المسلمين ضد المسلمين، وفكرة إنها تنطلق بعد 11 سبتمبر كان قد مهد لها الرئيس نيكسون في كتابه سلام نصر بلا حرب 1980، وكان يعد الإسلام بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لكي يكون العدو الجديد. ولذلك إن الولايات المتحدة انتهزت خططت ل 11 سبتمبر. 11 سبتمبر ليس مؤكدا وليس هناك وثائق تدل على الروايه الامريكيه، واذا صحت الروايه الامريكيه تكون عارا على الولايات المتحده الامريكيه. ولذلك فان الرئيس بايدن قرر ان يتم سحب اخر جندي امريكي من افغانستان يوم 11 سبتمبر تذكره للشعب الامريكي لانه ضحى في سبيل مقاومه الارهاب الذي ضربه في 11 سبتمبر. يعني الرئيس بايدن يريد ان يجدد الذكريات المؤلمه والذكريات الوهميه التي خلقتها الحكومه الامريكيه مع الموساد ضد العالم الاسلامي. طيب انا قبل الذهاب للفاصل اريد ان اخذ تعليق من الدكتور سبرينغمان على ما تفضل به كل من ضيفينا وخصوصا الدكتور الاشعل، لكن فيما استمعنا من بعض القاده العسكريين والامنيين في الولايات المتحده الامريكيه ان كان الجنرال ماكنزي او حتى ويليام بيرنز بالحديث عن انه هذه الخطوه يعني ليست محسوبه المخاطر، اقل بان الولايات المتحده الامريكيه تتخلى عن مصادر كما تم توصيفه، يعني المعلومات الاستخباريه وما الى ذلك. كيف يمكن فهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب وواقع الحال في أفغانستان أسوأ مما عندما احتلت البلاد، تحصن نفسها أمنيا ولا يشكل خطرا عليها وأن تعود طالبان بشكل أو بآخر إلى حكم البلاد، فيما كانت الرواية بأنها تحمي نفسها من الهجمات الإرهابية بين قوسين؟ منذ البداية بررت الولايات المتحدة تدخلها في البلدان من ليبيا إلى أفغانستان بأنها باقية في هذه البلاد لإعادة النظام، ولكن احتلال هذه البلدان دمر النظام ما فيها. And the fact that the longer the United States stays, the more disruptive. كلما بقيت الولايات المتحدة في هذه البلاد كلما زادت المخاطر المترتبة على استقرار هذه البلاد. وهنا أنا أتحدث عن الإيرانيين والأفغانيين والسوريين واليوغوسلافيين والليبيين والعراقيين. فقد تدخلت الولايات المتحدة في هذه البلاد وقررت المصلحة الفضلى، ما هي المصلحة الفضلى لهذه البلاد بغض النظر عن احتياجات هذه الشعوب. وكلما سأل أحد عما يقوم به الجنود في هذه البلدان تقول الحكومة الأمريكية أو تدعي بالحفاظ على النظام، ولكن الأمر هو العكس تمام. فأعتقد أن هذه الشعوب في نهاية المطاف ستقوم بتدمير جميع ما حققته الولايات المتحدة، لأن ذلك لا يتناسب مع مصالحها بل مع مصالح الولايات المتحدة نفسها. طب هذه نقطة أيضا تحتاج ربما لنقف عندها وسنوسع في النقاش لنعرف حقيقة الموقع بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إذا خرجت ما بعد عقدين من الحرب في أفغانستان بلا تحقيق أهداف مع إخفاق كبير، ونتحدث عن تغيير في موازين القوى، كيف يمكن أن نرى مآلات ذلك مع بروز لاعبين أيضا جدد؟ تبقى معنا دكتور مايكل سبرينغمان، دكتور محمد علي مهتدي والدكتور عبد الله أشعل ومشاهدينا. سأتوقف مع فاصل ومن ثم نواصل المسائية، تفضلوا رجاء بالبقاء معنا.
أهلا بكم جديد في المسائية من الميادين. بعد نحو شهرين على أحداث 11 من سبتمبر عام 2001 دخلت القوات الأمريكية العاصمة الأفغانية كابول، وأعلن الرئيس جورج بوش الإطاحة بحكم طالبان. لكن ولايتي بوش انقضتا ولم يتم القضاء على تنظيم القاعدة أو حتى طالبان، كما فشل باراك أوباما في تحقيق إنجاز يبرر سحب قواته من أفغانستان فرحل، ومن بعده أيضا دونالد ترامب وبقي الجنود الأمريكيون. في المقابل حافظت حركة طالبان على نشاطها العسكري ومددت حضورها وباتت تسيطر على مساحة واسعة من أفغانستان. ولوقف استنزافهم في أفغانستان خاض الأمريكيون مفاوضات سرية مع طالبان انتقلت إلى العلن مطلع عام 2012، وانتهت بتوقيع اتفاق ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية، لكنه لم يجد طريقه للتنفيذ. المفتش العام الأمريكي الخاص في أفغانستان جون سبوكر اختصر الإخفاق الأمريكي بالقول إن بلاده أهدرت مليارات من الدولارات تجاوزت كثيرا نفقات مشروع مارشال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. إذن عقدان من استراتيجية فاشلة لحروب عبثية خاضتها بشكل رئيسي واشنطن في العراق وأفغانستان، واليوم بمجيء إدارة بايدن تحسم أمريكا خيار الانسحاب الكامل على الأقل من أفغانستان بعد أن كلفتها الحروب صعودا لافتا للمنافسين روسيا والصين عسكريا واقتصاديا. محمد بو عبد الله. تبجحت يوما بقدرتها على خوض حربين فئان، وتبدو اليوم عاجزة حتى عن حسم واحدة لا أكثر بنصر حقيقي. تجر أمريكا أذيال الهزيمة بانسحاباتها من دون تغيير جوهري استراتيجي على الأقل من حيث هدفها المعلن لحروبها الطويلة، وهو الحرب على الإرهاب كما تزعم. في أفغانستان حيث بدأت حروب المحافظين الجدد، حشدت خلفها واشنطن تحالفا أوسع من حلف الأطلسي يضم 40 من جيوش العالم. كانت الغاية إطاحة طالبان ابتداء وإزالتها من خارطة أفغانستان انتهاء، وبدا للأمريكيين أنهم أفلحوا في هدفهم الأول، لكنهم غرقوا في مستنقع حرب طويلة الأمد. أعادت الحركة بناء نفسها وسيطرت على أكثر من نصف البلاد بحسب استطلاع لوكالة أنباء أفغانية نشرت نتائجه أخيرا. وبعد جهد جهيد تعترف أمريكا بطالبان التي صنفتها إرهابية، وترحب بها مفاوضا على مستقبل أفغانستان، وتلك شهادة على نفسها بفشل ذريع. أهدرت أموالا طائلة لتعلن أخيرا انسحابا كاملا من أفغانستان قريبا. فشلت كذلك في العراق سياسة الحروب المكلفة لدافعي الضرائب الأمريكيين. كذلك كان شعار بقاء الوجود العسكري محاربة الإرهاب وبناء صرح ديمقراطي، لكن حصاد أمريكا كان جرائم قتل للعراقيين وتهجيرهم وتشريدهم. يتهمها خصوم لها بصناعة الإرهاب أيضا، وفي الأصل تلك من اعترافات مسؤوليهم الكبار لم تخرج من أفواههم زلات لسان، بل إقرارا بدعم المتطرفين خدمة لخطط ما أسمتها واشنطن بالفوضى الخلاقة. فكان أن أطل داعش برأسه بعد أن تراجع بعبع القاعدة وبعد انسحاب من العراق غير مرغوب أمريكيا. أكان ذاك صدفة تزامنه مع ما سمي ربيعا عربيا؟ يصعب تصديق ذلك لدى الكثيرين. في تخبط واصلت أمريكا حروبها العبثية لتدرك في نهاية المطاف أن خروجها من المنطقة خير لها من بقائها بلا نصر تقنع العالم بأنه أنجز، ما يعني نظريا فشلها استراتيجيا أو افتقادها أصلا إلى استراتيجية حقيقية قبل شن الحروب. مرحبا من جديد بضيوفنا، سأستأنف النقاش وإياك دكتور محمد علي مهتدي. إذا كان احتلال أفغانستان ومن ثم العراق تدشينا حقيقيا لتسيد الولايات المتحدة الأمريكية التي عبر عن ذلك يعني ولاية جورج بوش الإبن وعلى العالم، الانسحاب اليوم بهذا الشكل مع هذا الرصيد بالإخفاقات أين يضع الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف يفيد أيضا الدول المقابلة التي تصعد إن كان إيران وفي شراكة وتحالف بشكل أو بآخر مع روسيا والصين، وتحدث عن بقعة مهمة جدا استراتيجيا أفغانستان في المنطقة. نعم طبعا، يعني أعتقد أن الأهداف الأمريكية
ما زالت نفس الأهداف ولكن الأدوات لاستخدام أو للحصول على الأهداف مختلفة. يعني هم راهنوا على القوات العسكرية والحرب النظامية في عام 2001، احتلوا أفغانستان واحتلوا العراق، وكل الكلام عن الديمقراطية وإيجاد الديمقراطية في هذه البلدان كلام فاضي. كان الهدف تفتيت المنطقة، تفتيت تقسيم العراق، ومن ثم تطبيق خطة الشرق الأوسط الكبير أو الخط الشرق الأوسط الجديد. اليوم بعد 20 سنة من الهزيمة لم يستطيعوا التطبيق كل هذه الأهداف، فإذا قرروا الانسحاب وغيروا الوسائل لتحقيق الأهداف. أهم الوسائل اليوم هو خلق داعش وخلق صراعات طائفية ومذهبية بين الشعوب المسلمة، وصراعات عرقية وقومية بين الأقوام. في أفغانستان مثلا هناك أكثرية بشتون واللغة البشتونية، وهناك كذلك أقوام يعني يتحدثون اللغة الفارسية، لغة الدري وتاجيك والهزارة في شمال أفغانستان. فأعتقد أن بعد ما يسمى بالانسحاب من أفغانستان سوف يكون هناك تقاتل بين كل هذه، يعني الشيعة السني بوجود الدواعش بوجود طالبان، وكذلك حروب عنصرية وحروب قومية. طيب اسمح لي دكتور، بين الأقوام الشمالية. طيب دكتور عبد الله، نفس الشيء يعني بالنسبة. طيب اسمح لي لانه ضاق الوقت بالنسبه لنا دكتور عبد الله الاشعل، سامحني دكتور مهتدي. دكتور عبد الله الاشعل، اساسا جو بايدن يتحدث عن ضروره التفرغ للتحديات ربما الاكبر، ويخص بالذكر هنا روسيا والصين، انطلاقا من خروج الولايات المتحده الامريكيه بهذه الطريقه الخاسره، الى اي حد هي الان في مكان يمكن فيه المنافسه؟ الى اي حد هيبه الولايات المتحده الامريكيه رغم امتلاكها القوه ضربت في مكمن؟ دكتور الأشعل، يبدو صوت الدكتور الأشعل لا يصل بشكل واضح. سأحتفظ بالسؤال لك دكتور الأشعل، أنتقل إليك دكتور مايكل سبرينغمان بسؤال بصيغة مختلفة. هل الولايات المتحدة اليوم قادرة على مواجهة الدول التي تصعد، روسيا والصين وإيران، بالنظر إلى الرصيد الذي تخرج منه في من أفغانستان، وكذا بالنسبة للعراق وموقعها أيضا في المنطقة؟ لا أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة فعلا على معارضة الصين وإيران وروسيا. أعتقد أن روسيا تزود، لديها مخزون كبير من القنابل النووية، هي غنية بالموارد الطبيعية، وهي على علاقة وعلى مقربة من جنوب شرق آسيا وأوروبا، لديها قواعد عسكرية في سوريا حتى. أما الصين فإن الولايات المتحدة بدأت تنقل تصنيع بعض السلع الاستهلاكية إلى الصين، وبالتالي هذا يفيد الاقتصاد الصيني. وعلى الرغم من الجهود الأمريكية والإسرائيلية الرامية إلى تدمير إيران، إيران لا يزال لها ثقل
في المنطقة، وبالتالي إن الولايات المتحدة لها أكبر إنفاق على الأسلحة بين البلدان الكبرى العشر من حول العالم، وبالتالي يمكننا القول بأن المال لا يصنع الاستقرار، المال والأسلحة تصنع السيطرة، وهذا ما تحاول الولايات المتحدة القيام به، فهي لا تستطيع إخراج روسيا من سوريا ولا تستطيع وقف إيران أو ردع إيران عن دعم الحكومتين اللبنانية والعراقية والسورية حتى. فهذه الدولة تدعم بعض البلدان التي تود مكافحة الهيمنة الأمريكية، وباتت الولايات المتحدة تتخبط في فشلها، وهذا يثبت أن الولايات المتحدة دولة فاشلة، فهي لم تفز بأي حرب منذ العام 1945، وبات ذلك واضحا في تدخلاتها في يوغوسلافيا وليبيا وحروبها الدائرة في المنطقة بما في ذلك أفغانستان. فإن هذه السياسة الأمريكية تدمر حياة الأشخاص، تدمر البلدان، وهذا جل ما تقوم به. ربما في نقطة ولو بدقيقة دكتور سبريكمان، بالحديث عن أنه من يحاسب الولايات المتحدة الأمريكية، الجنرال المتقاعد الذي شارك بقيادة الحرب ضد طالبان بأفغانستان تومي فرانكس قال بأنه لم نعر بالا للضحايا المدنيين، نحن لا نحسب الجثث. أكثر من مسؤول عسكري في الولايات المتحدة الأمريكية قال لصحيفة واشنطن تايمز نصف الغارات كانت إما للشخص الغلط أو المنزل الغلط، فاتورة الإنسانية كان على مستوى الضحايا أو الأكثر من ذلك هو هدم الإنسان الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان لمدة عقدين. من يحاسب الولايات المتحدة الأمريكية؟ يفترض أن يعني يكون هناك مساءلة حول هذا الأمر أم لا؟ بدقيقة لطفا. نعم، ينبغي أن تخضع الولايات المتحدة للمساءلة، ولكن ما من أحد يقوم بذلك. إن الولايات المتحدة لا تقر بأي شيء صادر على المحكمة الجنائية الدولية. الشعب الأمريكي دعم العراق في أفغانستان وفي ليبيا وفي سوريا وأفغانستان. لا، ما من أحد في الولايات المتحدة يعارض هذه الحروب، وما من أحد يقول أن الولايات المتحدة هي دولة خطيرة، حكومة خطيرة تستغل الأموال الواجب تخصيصها لبناء البنى التحتية في الولايات المتحدة، إذن تستخدم هذه الأموال في القواعد العسكرية في بلدان مختلفة من حول العالم. فإن الولايات المتحدة غير خاضعة للمساءلة إلا من قبل البلدان الذي احتلتها الولايات المتحدة، وهذا أمر لا يؤخذ بالحسبان من قبل الشعب الأمريكي. وللأسف يعني يوضع العراق تحت البند السابع بعد إسقاط نظام صدام حسين، ويدفع أموال طائلة للعراق دفع ثمنا للحرب التي قامها صدام، لكن لا تعويضات لشعب أفغانستان. شكرا جزيلا لك دكتور مايكل سبرينغمان الدبلوماسي الأمريكي السابق، ضيفنا من واشنطن. دكتور محمد علي مهتدي مستشار في مركز دراسات الشرق الأوسط في طهران، ضيفنا من طهران. شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الله الأشعل الأكاديمي الدبلوماسي المصري السابق، ضيفنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك. دائما للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.